كرة القدم في تونس وتعيينات الحكام الخاصة بالجولة الأخيرة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تدور فعالياتها على دفعتين الخميس وكذلك الجمعة. بالنسبة للمجموعة الأولى في البرنامج مباراتين بالنسبة ليوم الغد الخميس 13 جوان مع الحمام سوسة نادي حمل الأنف بإدارة الحكم ياسين الهماني. النادي القربي يستضيف سبورتينغ بن عروس بإدارة الحكم أمان الله الكوكي. نهار الجمعة بقية مباريات المجموعة الأولى مستقبل وادي الليل شبيبة العمران بإدارة الحكم وليد الهذلي. نجم الراد سيستضيف شبيبة القيروانية بإدارة الحكم أمير الوصيف. جندوبة الرياضية جمعية ريان بإدارة الحكم محمد علي بالليلي. القلعة الرياضية المرجان الرياضي بتبرقة بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. في المجموعة الثانية كل المباريات تدور يوم الغد الخميس 13 جوان مستقبل الرجيش محيط قرقنة بإدارة الحكم رضوان بالواعر. أولمبيك سيدي بوزيدة ترجي الجرجيسي حمزة المسليني. مستقبل جابس مكارم المهدية بإدارة الحكم سمير العونلي. أمل الرياضي بالرقبة تطاوين الملعب الجابسي بإدارة الحكم جاسر جيرات. أولمبيك مدنين سبورتينغ المكنين بإدارة الحكم فؤاد توتي. والأمل الرياضي بجربة ميدون يستضيف نصر جلمة بإدارة الحكم حسن السلمي.